العقيد فهد، يعني جهود كبرى تبذل من رجال الأمن لا سيما في قطاع المرور من أجل يعني انسيابية الطريق ووضع حلول يعني قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى من أجل معالجة الأزمة المرورية في البلاد. ماذا عن الاجتماع الذي دار قبل يومين وأهم الخطوط يعني العريضة للخطة أو خارطة الطريق المقبلة لمعالجة الأزمة المرورية؟ صباحك أبو الخير. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا قامت الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية باجتماع مع الجهات المختصة مثل ما ذكرت اللي هي وزارة الأشغال، هيئة الطرق والنقل البري، وزارة التربية، وإدارة الفتوى والتشريع في وضع خطط لوصول الحلول المستدامة للطرق الخالية من الطريق أو الخالية من الازدحامات المرورية، وكل جهة عطت رؤية كاملة حتى ان نصل الى هذا المشروع. في يعني في مشاريع تم تطبيقها في الفتره الحاليه مثل ما ذكرت في هي قصيره ومتوسطه وطويله المدى، ولله الحمد في كل جهه متعاونه والجهود متضافره حتى نصل لهذه الحلول. يعني ما هي النتائج التي خرجتم بها من الاجتماع يعني الأخير، وخاصة أنكم تتعاملون مع ثلاث خطط في وقت واحد، قصيرة ومتوسطة وبعيدة يعني المدى من أجل معالجة الاختناقات المرورية؟ طبعا احنا راح نتكلم عن الخطط التي تجري وضعها مثل الخطط القصيره، في خطط في المستقبل سوف تقوم، في خطط حاليه مثلها تم تطبيقها على اكثر الوزارات، هي طريقه الدوام المرن او البصمه المرنه، هي لعدم وصول الموظفين في فتره واحده وخروجهم في فتره واحده، فقامت بعض الوزارات مشكوره بتطبيق البصمه المرنه حتى يكون عدد الموظفين في نسبة أو يعني أعداد بسيطة تدخل على فترات معينة وتخرج في فترات معينة، هذا يسبب في عدم الازدحام في الطرق. وعندنا كذلك في وزارة التربية أن نحثهم على استخدام النقل الجماعي للطلبة، يعني نتخيل أن الباص هذا يمكن أن يشيل 25 طالب، فتتخيل أو قم بالعملية الرياضية من 25 مركبة إلى باص جماعي، هذه من شأنها أنها تقلل الحركة أو تقلل الازدحام. هذه من الخطط القصيرة، وفي خطط أكثر، في طبعا من الخطط المتوسطة، ومنها طبعا كان عندنا منطقة صباح سالم قطعة واحد كان أهاليها يشكون منها من ازدحامها، لكن لله الحمد بتضافر الجهود ووضع الدراسات هذه تم إنشاء أكثر من فتحة ومخرج ومدخل اللي سهل حركة المرور في هذه المناطق، وهذه من الطرق أو المراحل المتوسطة مثل ما نقول أو من المراحل الطويلة، ومثل ما هي قاعد تشوف النور بعضها مثل طريق القاهرة والدائر الثاني لفة الأفنيوز، هذه كلها من بابها نعدل البنية التحتية حتى نصل إلى استدامة الطريق اللي ما في ازدحامات مرورية. يعني بعض المواطنين والمقيمين يعني بتسألون عن طريق يعني الدائري يعني الرابع والمشاريع الجديدة التي ستساهم في يعني انسيابية الطريق في دولة الكويت. نعم، يعني من قلت لك مثل الجهات المختصة، وإحنا كإدارة هندسة بعد إدارة هندسة المرور مقدمين مشاريع كاملة للدائري الرابع، الدائر الثاني، الدائر الثالث، كل هذه الآن راح ترى النور، لكن تحتاج لها مثل ما يقولون رصد ميزانية وقوانين وإصدار لها تشريعات حتى يستن لهذه الجهات بالعمل بدون أي توقف لأي ظرف. استعدادات وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة يعني العامة للمرور للعام الدراسي الجديد من أجل يعني عام دراسي جديد بالاختراقات المرورية. إن شاء الله داشين على العام الدراسي وكل عام أنتم بخير. الإدارة العامة بالمرور وكذلك إدارة النجدة وقطاع الأمن العام جاهزين في عدد كبير من الآليات متواجدين على المداخل والمخارج وفي أغلب مدارس الكويت حاليا بتسهيل حركة المرور، في توصيل الطلبة، في عندنا دوريات متواجدين عند المدارس لتوصيل الطالب الذي يحتاج أن يوصل إلى الباب المدرسة بدون ما يحاتي ولي الأمر. طبعا أنا رسالتي لأولياء الأمور نحن بننتهي العام الدراسي هي عدم أنك تنزل الولد أو ابنك عند مدخل المدرسة وبهذا تقوم في تسكير حارة، وتسكير هذا هو اللي يؤدي الى الاختناقات المروريه. انا كل اللي بخاطري اني اقول ان المواطنين تعاونوا معنا
حتى تكون هذه الخطة من أنجح الخطط إن شاء الله. العقيد فهد العيسى مدير إدارة التوعية المرورية في وزارة الداخلية، كل الشكر لكم، نتمنى لكم التوفيق في انسيابية الطريق والنجاح في خطط يعني انسيابية العملية المرورية في كافة طرق البلاد. مشكورين، ما قصرتوا ومجهودكم واضح وكل تضافر الجهود عشان نصل إلى حل جيد عشان مستديم في هذه الدولة الكويت الحبيبة إن شاء الله.